طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله دلوقتي هنبدأ نشوف التطبيق على الجزء اللي فات. زي ما اتفقنا ان احنا كان دايما بيبقى فيه بروكر، صح؟ وبالتالي احنا عملنا انستول للاوبونتو سيرفر على الفيرتشوال بوكس، وده اللي هيتصرف كأنه ايه، كأنه البروكر، ماشي؟ وعلشان نقدر نعمل محاكاة للبابلشر والسبسكرايبر، فاحنا نزلنا برضو حاجة اسمها الـ MQTT بوكس. يبقى ده الـ MQTT بوكس اللي هو احنا نقدر نعمل كلاينتس، ونقدر نعمل مثلا اللي هو بابليشر وسبسكرايبر ونجرب. وعلشان طبعا يبقى عندنا البروكر، البروكر هو الايه، الاوبونتو سيرفر اللي احنا سطبناه، تمام؟ طيب خلينا نبدا نشوف كده ازاي نطبق الكلام اللي احنا قلناه، الكلام النظري اللي احنا قلناه في الفيديو اللي فات، نطبقه كايه، كشيء عملي يعني. اول حاجه هتروح على الـ MQTT بوكس، تمام، وتعمل كرييت MQTT كلاينت، تمام. انت دلوقتي المفروض تعمل كونكت مع مين؟ تعمل كونكت مع الاوبونتو سيرفر اللي هو الحاله دي البروكر، عشان زي ما اتفقنا ان الببلشر والسبسكرايبر ما بيتواصلوش مع بعض على طول، هما بيتواصلوا مع بعض عن طريق الايه، عن طريق البروكر. حلو جدا. يبقى الاول لازم نعرف الاي بي بتاع الايه، اللي هو الاوبونتو سيرفر اللي عندنا، تمام، اللي هو البروكر يعني، علشان نقدر طبعا ندخل البيانات دهيت في الايه، الام كيو تي تي بوكس. يبقى هقول هوست نيم ماينس اي علشان اجيب الايه، الاي بي. يبقى الاي بي 192.168.1.8. يبقى هنكتب هنا الاي بي 192.168.1.8، صح؟ تمام. وان احنا هنشتغل على البورت اللي هو 1883، والبورت ده هو ده اللي هو فاكر الحاجه اللي انت نزلتها هنا، لو انت متابع يعني معايا، اللي هو حاجه انت نزلتها اللي هي اللي اسمها موسكويتو دهيت، حاجه زي كده، صح؟ اه، موسكويتو ده هو ده اصلا اللي ايه، الحاجه اللي احنا نزلناها على الاوبنتو سيرفر عشان نقدر نخليه يتصرف كانه ايه، بروكر، ماشي. فده هو بيشتغل على البورت 1883، ماشي. وبالتالي زي ما اتفقنا 192.168.1.8 ده هو الايه، الاوبونتو سيرفر اللي عندنا، الاي بي بتاعه، واللي هو الايه، البورت اللي هو شغال على 1883. طيب اسم الكلاينت اللي انت هتعمله، اي حاجه زي ما انت عايز. انا اقول مثلا ماي هوم، تمام، وهقول ان البروتوكول طبعا هيبقى ام كيو تي تي وتي سي بي، ده الطبيعي، ما احنا هي دي الطريقه، البروتوكول اللي احنا شغالين بيه. اليوزر نيم، انا هنا اليوزر نيم في اللي هو الاوبونتو سيرفر باي، فانا هخليه هنا باي. وبعدين تقول هنا الباسورد، تمام، الباسورد اللي انت دخلته وانت بتعمل بتسطبه يعني، تمام. وبعدين اعتقد ان كل حاجه كده جاهزه، نعمل سيف وان شاء الله هيشتغل. نشوف، قال لي اللي هو كونكتد بالفعل. يبقى معنى كده ان احنا دلوقتي نقدر نكونكت، او احنا خلاص احنا عملنا كونكت للبروكر، وبالتالي نقدر ان احنا مثلا نعمل حاجه جديده، او نعمل بابلش رساله جديده، ونعمل كمان ايه، سبسكرايبر للتوبيك ده. اللي بخلينا نعمل اول توبيك جديد، اللي بخليه مثلا ايه، سلاش هوم، تمام، سلاش تمب، اللي احنا خليها سلاش سنسور الاول، تمام، سلاش تمب. يبقى معنى كده ان ده الحاجه اللي انا هعمل لها بابلش، اللي هي ايه، اللي هي التمبريتشر مثلا، تمبريتشر اللي هو جاي من سنسور. احنا طبعا عارفين اللي هو، اللي هي طريقه السلاش سلاش سلاش عشان اوصل لحاجه للتوبيك اللي انا عايزه بالظبط. والبيلود اللي هيكون هنا مثلا اللي هو القراءه بتاعت ال ايه، مثلا القراءه بتاعت السنسور، قول مثلا ايه، 70 اف، ماشي. طيب ونعمل بابلش. طبعا احنا دلوقتي عملنا بابلش، ولكن مفيش اصلا ليها سبسكرايبر، ولكن مع ذلك هي عملت بابلش. طب ما تيجي نعمل سبسكرايب للايه، للتوبيك ده. يبقى ده هو ده بقى ايه، احنا كده خلصنا الببلشر، ده الببلشر. تعال بقى نجرب السبسكرايبر، نعمل سبسكرايب، خلينا نشوف. وتعال بقى نبعت تاني، شوف ظهرت هنا على طول. يبقى لما انا عملت بابلش، ده الببلشر، تمام، ده اللي هو السنسور مثلا، عمل بابلش، فقام ظهر ايه، قام ظهر هنا لكل السبسكرايبر. طب عايز تكريت سبسكرايبر جديد، مفيش مشكله، اهو هتضيف برده سبسكرايبر جديد لنفس التوبيك. طبعا بتحدد التوبيك زي ما احنا عرفنا برده، بتعمل سبسكرايب. يبقى دلوقتي لو انا ببعت مثلا 70 اف، دي القراءه مثلا بتاعت السنسور، فهتلاقي اللي هي ظهرت هنا وظهرت هنا. القراءه الجديده 71، يبقى هتلاقيها ظهرت هنا وظهرت هنا. يبقى احنا فعلا دلوقتي عرفنا نعمل كوميونيكيشن. عرفنا نعمل كوميونيكيشن ازاي، اللي هو ده هو الببلشر، اللي هو ممكن يبقى مثلا السنسور، ده السبسكرايبر ليه، اللي هو ممكن يكون اللابتوب بتاعك مثلا، ممكن يكون الموبايل، وهما الاثنين فعلا وصل لهم ان ريال تايم الايه، الرساله بالظبط اتبعتت امتى. يعني خلي بالك هنا في لحظتها، في لحظتها الحاجه بتوصل، وبتفضل بقى توصل طول ما الحاجه بتعمل لها بابلش، بتي ايه، بتوصل هنا وبتوصل هنا. يبقى ده هو كان تطبيق على اللي هو الببلش اند سبسكرايب، او الام كيو تي تي بروتوكول، تمام، باستخدام الام كيو تي تي بوكس، تمام. طيب الدور على ايه، الدور دلوقتي اللي احنا هنطبقها ككود سي شارب. ازاي دلوقتي نعمل، احنا دلوقتي عملنا كلاينت باستخدام الايه، الام كيو تي تي بوكس.
هل نقدر نعمل كلاينت باستخدام لغات البرمجة؟ اه طبعا نقدر. طب ما تيجي نجرب نعمل كلاينت باستخدام ايه؟ باستخدام مثلا حاجة زي السي شارب. خلينا نجرب. طيب هنوقف كده ونفتح الفيجوال ستوديو. طيب خلينا نبدأ، نبقى افتح كده الفيجوال ستوديو، اكتب اول حاجة طبعا احنا هنبدأ كونسول ابلكيشن باستخدام سي شارب، خلينا نقول نيكست، وبعدين مثلا ايه يعني مش فارق معايا اول اسم لكرييت. تمام، ده كود سي شارب عادي جدا. تمام، اول حاجه هنعملها محتاجين دلوقتي نسطب باكج. الباكج دهيت هتساعدنا في ان احنا نعمل كونكت لل كونكت عن طريق الام كيو تي تي بروتوكول بطريقه ايه، طريقه سهله. تمام، هنعملها ازاي او هننزل باكج ازاي؟ طبعا عن طريق التولز، نيو جيت باكج مانجر، مانج نيو جيت اللي هي الاختيار اللي في النص تاني اختيار يعني، وهنعمل هنا عن سيرش على ام كيو تي تي. ماشي، بس خلي بالك انت بتعمل سيرش في البراوز كله يعني. خلينا نشوف دلوقتي، طبعا بيعمل لك سيرش وهيجيب لك كل ايه الباكجز اللي تبع ال ام كيو تي تي. فانت هنا عندك باكج اسمها ام 2 ام كيو تي تي. تمام، الباكج ده هي بتساعدك جدا ان انت تتعامل مع ايه، مع الام كيو تي تي بروتوكول، او بتتعامل بالطريقه دي يعني، وبتتعامل ايه اللي انت تقدر مثلا تعمل كلاينت جديد، تقدر تعمل مثلا بابلش، تقدر تعمل سبسكرايب، الكلام ده بيسهل عليك الموضوع جدا يعني. فانت بتنزلها وطبعا بتضغط على البروجكت بتاعك عشان تنزل الباكج على البروجكت بتاعك وتعمل انستول، بتاخد شويه. اوكي تمام، دلوقتي هي نزلت خلاص. نروح بقى للبروجرام ونشوف ايه الكود اللي احنا هنكتبه. مبدئيا انا مش هكتب كود زي ما احنا اتفقنا علشان الموضوع هياخد وقت، انا هعمل كوبي بيست للكود وهشرحه ان شاء الله، وممكن تجربه بقى مع نفسك. بس انا اتعمدت ان انا ابدا الموضوع من الاول عشان اقول لك البروجكت بتتعمل ازاي، ازاي تعمل انستول الباكج، وبعدين ايه نعمل انستول، نعمل كوبي بيست للايه للكود ده. طبعا هتلاقي الكود برده موجود في البي دي اف، تمام، على جيت هاب ريبوزيتوري يعني. المهم هو طبعا هنا حاطط لك ايرور ليه؟ علشان هو هنا محتاج ان انت تعمل امبورت. تمام، فانا هعمل امبورت للايبرز دي. تمام، وبعدين نفس الكلام هعمل امبورت هنا وبس. خلينا بقى نشوف ده هو بيشتغل ازاي. مبدئيا هو ده بيحاول يعمل ايه، نفس الكلام اللي احنا عملناه على الام كيو تي تي بوكس بنحاول نعمله هنا. يعني احنا بنحاول نعمل ايه، احنا هنا احنا بنحاول ان احنا نعمل كلاينت جديد، ماشي، زي ما احنا عملنا في الام كيو تي تي بوكس اللي احنا نقدر نعمل بابلش واللي احنا نقدر نعمل ايه سبسكرايب. طيب هنعملها ازاي؟ اول حاجه هنعمل كلاينت جديد اللي هو عن طريق طبعا استخدام اللايبراري او الباكج. تمام، في فهنعمل كلاينت جديد. تمام، وهنديه الاي بي بتاع الايه، هنديه الاي بي بتاع البروكر اللي بقى ده هياخد الايه الاي بي بتاع البروكر اللي هو الاي بي بتاع الاوبونتو سيرفر بتاعنا. ماشي، طيب بعدين اللي احنا هنعمله هنا اللي احنا هنقول او هن ايه هنفاير ان ايفنت. يعني ايه؟ يعني احنا اول ما ننادي على مثلا الايفنت دهوت، فده هوت هيروح للميثود دهيت ايه ينفذها. طيب الميثود دهيت بتعمل ايه؟ مجرد اللي هي بس تعمل انكودنج للمسج. تمام، اي مسج معينه. تمام، وبتعرضها لك على شاشه الكونسول. تمام، طيب خلينا نشوف. بعدين بنعمل كلاينت اي دي، لازم اي حد يعمل كونكت خلي شوف كده، فاكر لما احنا عملنا كده لازم اي حد يعمل كونكت للبروكر يكون له كلاينت اي دي خاص بيه، وبالتالي هجيب الكلاينت اي دي عن طريق الايه، عن طريق جي او اي دي دوت نيو جي اي دي، ده اسم الميثود اللي انا كده عملت اي دي جديد وبعدين حولته للايه لسترينج. وبعدين بعمل كونكت، بعمل كونكت عن طريق ايه، طبعا باستخدام الكلاينت اي دي اللي احنا لسه عاملينه ايه جنريت. تمام، يبقى هو دلوقتي بقى كونكتد. تمام، مع الايه، مع البروكر. يبقى هو دلوقتي انا بقى محتاج اعمل سبسكرايب للتوبيك ده، علشان خلينا بقى نشوف التوبيك. خلينا احنا كنا قلنا التوبيك بتاعنا كان اسمه ايه في البابلش، ارجع كده، التوبيك بتاعنا كان اسمه سلاش هوم سلاش سنسور سلاش تمب. خلينا نجرب كده. ماشي، وبعدين اللي احنا نستقبل اي انبوت منه يعني. ماشي، طيب وبنقول اللي هو اول لما يبقى فيه اي مسج ريسيفت، تمام، هننادي على الايفنت ده اللي بقى كاننا هنعمل الايفنت ده. طبعا احنا ما شرحناش الايفنت اصلا. هو عموما الايفنت ده هو ده حدث معين، يعني كاني بنادي على فانكشن بتؤدي وظيفه معينه الى الان يعني. طبعا الموضوع اكبر من كده بكتير، بس هو خليها كده الى الان. ماشي، فانت دلوقتي لما اي رساله استقبلها، لما اي رساله الكلاينت ده هو يستقبلها، هيقوم يعرضها على شاشه الايه، على شاشه الكونسول.
تمام. خلينا نجرب كده كنترول F5 نشغل البرنامج تمام ونشوف هيشتغل معانا ولا لأ. طبعا لغاية دلوقتي مفيش أي حاجة، ولكن أنا لو رحت بقى دلوقتي هنا وقمت عملت بابلش لي حاجة جديدة، شوف مثلا 71، طبعا هو هيظهر هنا وهيظهر هنا، ونروح نشوف كده بقى البرنامج بتاعنا ظهر عليه حاجة ولا لأ، هتلاقيه بالفعل ظهر عليه حاجة. يبقى معنى كده اللي أنا قدرت بنجاح اللي أنا عن طريق كود سي شارب اللي انا اعمل سبسكرايب لايه مثلا لبابلشر معين، واللي انا يجي لي فعلا يرجع لي القيمه دهوت. وطبعا بقى هنا انت اكيد اكيد في ريال تايم ابلكيشن، انت مش مجرد اللي انت هتعرضها، انت ممكن بقى تعمل مثلا اكشن معين، ممكن مش عارف ايه الكلام من ده. يبقى الكود تاني بكل بساطه، اول حاجه عملت كلاينت عن طريق الباكج اللي انا عملت لها اصلا امبورت، وبعدين قلت ان انا هعمل ايفنت او هعمل ايفنت اول لما يجي لي اي رساله. الايفنت دوت بيعمل ايه؟ بيستنى اي رساله تجيله، اول لما يجي رساله هيقوم راح منادي على الفانكشن دي ويعرضها على الايه؟ على شاشه الكونسول تمام. وبعدين لازم بقى ان انا اعمل كونكت، محتاج ان انا اعمل كونكت بالايه بالبروكر، وبالتالي هعمل كونكت، ولكن خلي بالك قال لك ان انت لازم يبقى ليك يونيك اي دي علشان تقدر تعمل كونكت. وبالتالي هعمل الاي دي ديت ازاي؟ عن طريق اللي انا بقول الجي اي دي، ده برضو حاجه تبع الباكج اللي احنا نزلناها، بنعمل اي دي جديده يبقى نيو جي اي دي، وبحولها لتو او بحولها لسترنج يعني، وبعدين بباصي دهيت لي الكونكت ميثود، وبالتالي انا كده عملت ايه؟ انا كده عملت كونكشن. طيب بعد ما انا عملت كونكشن مع البروكر، انا محتاج ان انا ايه اسبسكرايب للايه للتوبيك، يبقى انا محتاج اسبسكرايب للتوبيك اللي هو اسمه سلاش هوم سلاش سنسور سلاش تمب، عشان لو اي حاجه اتعملت بعد كده تقوم تظهر ايه تظهر هناك. فهعملها ازاي؟ عن طريق ان انا بقول كلاينت دوت سبسكرايب، الميثود اسمها سبسكرايب تمام. طبعا الميثودز دي اعرفها، لازم تعرف ان ده هي انت بتستخدمها كونكت، كونكت علشان تكونكت مع البروكر، السبسكرايب علشان تسبسكرايب لتوبيك معين تمام، وبعدين بتستقبل اي حاجه ايه هتجيلك من الحاجه. وهنا انت بتقول طريقه التواصل، فاكر الكواليتي سيرفيسز اللي احنا اتكلمنا عنها، اللي احنا كنا اتفقنا ان كان في اكتر من ليفل، احنا هنا بنقول ليفل اكزاكتلي وانس اللي هو هيبقى عن طريق ايه 4 رسائل. اللي بقى هنا انا بتاكد ان حاجه توصل مره واحده بس ومش اكتر. يبقى هنا الميثود اللي اسمها سبسكرايب بتاخد تو ارجيومنت، اول ارجيومنت التوبيك اللي انا بعمل له سبسكرايب، والارجيومنت الثاني اللي هو الايه طريقه الـ طريقه الـ اللي هو الايه كواليتي سيرفيس اللي احنا كنا اتكلمنا عنها في واحنا كنا بنشرح النظريه اللي هي هنا اهي ماشي. يبقى احنا استخدمنا اللي هي اكزاكتلي وانس اللي هي الطريقه دي. يبقى احنا كده برضو عرفنا نعملها عن طريق السي شارب. نقدر برضو اللي احنا نعملها سي شارب ابلكيشن يكون مش شغال كونسول بس، احنا ممكن يكون شغال برضو بالفورم. ولكن هنا بقى ايه، هنا انت ممكن ترجع للسيكشن في النقطه دي بالذات، ولا اقول لك اشرحها على السريع، ولكن برضو هعدي عليها السريع. طبعا هي نفس الفكره، ولكن الفكره كلها اللي انت برضو ممكن تطبقها على ايه على ويندوز فورم، يعني ابلكيشن يكون ويندوز فورم مش كونسول. خلينا نشوف كده، هوقف الحاجه دي واحده. شوف كده هنا لو احنا خليناها بدل كانت كونسول نخليها ايه نخليها ويندوز فورم، يعني احنا بنعمل دلوقتي ديسك توب ابلكيشن. فانت طبعا الاول بتعمل دراج اند دروب للفورم زي مثلا اللي انت عايزها. فانا هنا عملت تكست اريا، وهنا عملت باتن تمام، وسميتهم خليت كل واحد ليهم ايه اسم ماشي. وبعدين برضو عملت نفس الكود اللي انا عملته هناك، اول حاجه عملت انيشلايزيشن للكلاينت، وبعدين هنا برضو عملت زي ما احنا كنا عملنا هناك، عملنا كلاينت اي دي جديد، وبعدين عملنا كونكت باستخدام الكلاينت اي دي دهوت. وبعدين هنا بقى خلي بالك من حاجه، هنا انا مش بعمل بقى سبسكرايب، هنا انا بعمل بابلش، هنا انا بعمل بابلش للايه مثلا لتوبيك معين تمام. يبقى لو احنا جينا مثلا هنا، ارجع كده فين هنا، وقلنا طبعا ده التوبيك اللي احنا بنعمل له بابلش ماشي، جينا حطيناه هنا، واللي هو هيعمله اللي هو هياخد التكست الموجود هنا اللي انا كتبته هنا في التكست اريا تمام، ويعمل له ايه يعمل له بابلش. تعالى كده نجرب تمام، وده طبعا باستخدام البابلش ميثود. يبقى هي نفس اللي احنا عملناه هناك، ولكن الاختلاف ايه؟ الاختلاف كان بدل سبسكرايب احنا عملنا هناك سبسكرايب، احنا هنعمل هنا ايه بابلش. يبقى انا بعمل بابلش للتوبيك دهوت الايه المعلومات اللي موجوده في الكونتنت اللي هو هنا اللي انا اخدته في التكست اريا دهوت ماشي. طبعا كل ده مرفوع برده على جيت هاب عشان لو عايز تجربه مع نفسك يعني. يبقى اول بارامتر في البابلش هيبقى اسم التوبيك، تاني بارامتر اللي هو الكونتنت، ولكن بعد ما انت تعمل له انكودنج بي يو تي اف 8، عشان مثلا لو انت بعت حاجه عربي تتبعت بشكل صحيح يبقى انكودنج دوت يو تي اف 8 دوت جيت بايتس، والكونتنت اللي هو الحاجه اللي انت دخلتها في التكست اريا هنا
تمام. وتالت ارجيومنت اللي هو طريقه الايه، برضو طريقه الايه التواصل، او اللي هو كواليتي سيرفيسز زي ما اتفقنا احنا عايزين نخليها ايه اكزاكتلي وانس، اللي هو يبقى فيه تاكيد ان الحاجه هتتبعت مره واحده بس ومش هيبقى فيه دوبليكيشن. خلينا كده نعمل ستارت ان شاء الله تشتغل تمام، ونكتب حاجه هنا وعملنا بابلش. خلينا نروح نشوف هناك بقى هل هي ظهرت ولا لا. لا ما ظهرتش. طيب قد يكون في مشكلة أنا لغاية دلوقتي مثلا إيه مش فاهمها. أقول لك المشكلة اللي إحنا هنا ده كان 1.8. وقف كده بقى. طبعا أنت هنا أنت بتكتب الإيه الأي بي بتاع البروكر تمام، لازم الأي بي بتاع البروكر اللي هو الأي بي بتاع الأوبونتو اللي هو 192 168 واحد إيه 8. خلينا نشوف، نبعت تاني كده، نبعت أي حاجة عايزين نعرف ده هي فعلا السبسكرايبرز هيلاقوها ولا لأ. اهو بالفعل السبسكرايبر دوت لقاها، وحتى السبسكرايبر ده ايه لقاها هو كمان. يبقى احنا دلوقتي عملنا الاثنين، عملنا بابلش باستخدام السي شارب تمام، وعملنا من شويه عملنا ايه السبسكرايب تمام. راجع على الميثودز دهيت، اعرف البارامترز مثلا هي بتاخد ايه بالظبط، والدنيا هتبقى بسيطه خالص. احنا عندنا تقريبا 3 4 ميثودز مش اكتر، اللي عندك الكونكت اللي بتكونكت عن طريق كلاينت اي دي معين، اللي انا جبته عن طريق الايه كلاس اسمه جي او اي دي. يبقى هنا هو جاب لي مثلا اي دي عشوائي، بس لازم يكون في كلاينت اي دي انا بكونكت بيه. وبعدين طبعا هعمل بابلش للتوبيك ده هوت، والحاجه اللي انا هعملها بابلش هو الكونتنت اللي موجوده هنا اللي انا كتبته هنا من شويه تمام. ولكن طبعا بعد ما اعملها انكودنج بطريقه اليو تي اف 8. وبعدين بقول هنا الارجيومنت التالي اللي هو التالت اللي هو ايه طريقه التواصل اللي هو هيبقى ايه اكزاكتلي وانس. واحنا كده الحمد لله خلصنا.